السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم راح نزل تاني فيديو على قناتي بخصوص خطوط الإنترنت في ألمانيا. في فيديو على قناتي شرحت فيه بالكامل كيف نعبي خط اللايكا، لأني أنا بستعمل خط لايكا موبايل. في عالم بعد ما تصير مع إقامة، بعد ما يصير مع الأوزفايس مثلا، بيروحوا بيساووا عقد على خط الاوتو. خط الاوتو معروف ومشهور كتير، في عليه عروض تليفونات مع خطوط، لكن في عالم بتضل مثلي انا ضليت على اللايكا. ليش؟ السبب اني انا ما بدي اعمل عقد مع ولا شركة، بدي ضل ادفع شهري. هلا انا بالنسبة لي مثل ما لكم شايفين امامكم، حتى ممكن هلا اليوم نحكي شوي على خط الاورتل. انا عندي خط اورتل لكن ما بستعمله. شايفين هذا العرض تبع 100 جيجا بايت ب40 يورو، هذا مسجل هيك، لكن هو فعليا سعره 30 يورو. وانا شرحت بالفيديو السابق، يلي بحب كمان يشوف الفيديو السابق على قناتي بخصوص الخطوط وتعبئة الخطوط، شرحت بالكامل كيف نعبي الخط مصاري. طبعا في عالم كتير انا كنت عاني بهي الشغلة، انه نكون في الضيع، نكون ساكنين في الضيع وما في مكان لحتى نعبي خط اللايكا، ما في مكان. فأنا شرحت بالفيديو الأول كيف نعبي الخط بالكامل فقط على هاي العرض، هاي 100 جيجا بايت اللي سعره 30 يورو، ولحد اليوم أنا عم بعبيها بسعر 30 يورو مثل الشرح بالفيديو الأول. اليوم جبت لكم طريقة جديدة لحتى نعبي الخط بأي ماركت بتلاقوا كروت صغيرة هيك تقريبا حجمها، محطوطة جنب الكاشير بالألدي، ممكن بغير ماركات يعني سوبر ماركت ممكن تلاقوها بالليدل، ممكن بغيره، لكن أنا عبيتها من الألدي. هالمرة هاي التعباية من الألدي، عبيت خطي بالكامل. شايفينه الفاتورة مبين عليكم ألدي. هدول 3 فواتير كل وحدة ب10 يورو، صاروا 30 يورو. عبيتهم بهاي 100 جيجا بايت سعرها 30 يورو لمدة 28 يوم. مثل ما لكم شايفين هدول 3 أوراق. الكارت الصغير من الألدي اللي بتشوفه جنب الكاشير مكتوب عليه لايكا موبايل، لما تسحبه بتروح على الكاشير، هي مجرد ما تحطه عندها على الآلة ترجع هي بتاخده، الكارت بتاخده، لكن بتعطيك مثل هالأوراق. إذا كنت أخذ ورقة كارت واحد بتعطيك ورقة، أو حسب كم كارت له ورقة. شايفين هذا النمبر تبع التعباية، بدايته 71 بينتهي 41. هاي 3 أوراق موجود فيها نفس الشي. اللي بحب يعبي مثلا من المكان الألدي، انا هالمرة جربت وعبيت من الألدي. تقريبا مثل الشرح انا بالفيديو الاول شرحت انه التعباية كنت انا عبي من الكازية، هلا صرت عبي من الألدي. طيب في عالم صاروا يسألوا بالتعليقات، نحن ما بدنا 100 جيجا بايت ب30 يورو، بدنا عروض اقل، بدهم مثلا ما يعبوا بهالسعر. في عالم كتير شايفين، طبعا انا شرحت بالكامل كيف تعبي المصاري بعد ما تشتريها من الألدي او من اي مكان، كيف تحولها لهاتفك عن طريق رسالة. بتحط هذا الكود اللي شفتوه بالورقة، بتحطه برسالة. شرحت بالكامل، ما بدي ارجع اشرح مشان ما يطول الفيديو. شايفين هلا هذا العرض مسعر 40 لكن هو سعره 30 مثل ما حكيت لكم. هلا هاي العروض عم بيقولوا لك 12 جيجا بايت سعرها 15، هون 20 جيجا بايت سعرها 20، وهون 30 جيجا بايت سعرها 25، وهون 60 جيجا بايت سعرها 30. انا هدول ما جربتهم، لكن هاي الورقة الأساسية تبعت اللايكا موبايل في الوقت الحالي بكل المحلات موبايلات بيوزعوها او بيعطوك اياها. ب10 يورو بيجيك 7 جيجا بايت،
15 جيجا بايت سعرها 15، هاي ممكن واحد يعبيها، ممكن العالم اللي بدها أقل ممكن تكفي 15 جيجا بايت، العالم اللي ما تستهلك نت كتير. بالنسبة لي أنا عبشوف حالي إنه لما بعبي 100 جيجا بايت عبصرف بين 70 لـ 80 جيجا بايت، هي 100 جيجا بايت مستحيل تخلص، لكن عبضل عبعبيها لأنه أنا عندي قناة اليوتيوب وبستهلك كتير انترنت. 25 جيجا بايت سعرها 20، و50 جيجا بايت سعرها 30. طبعا ممكن يكونوا الأسعار مختلفات بس ما بعرف، أنا هيك جبت لكم الورقة وعبشرح لكم إياها. 20 جيجا بايت أو 20 يورو سعر بـ14 جيجا بايت، 4 جيجا بايت سعر هون 10 يورو، وهون آخر شيء 20 جيجا بايت سعر هون 25. أنا شفت أنسب شيء واحد يعبي 30 يورو 100 جيجا بايت، بيعتبر حاله كأنه عنده شبكة واي فاي وين ما راح، يعني 100 جيجا بايت صعب كتير تخلص قد ما فتحت نت. طيب هلا هدول كيف بدنا نعبيهم؟ ممكن واحد يسأل مو شايف الفيديو الأول، شايفين بعد ما تعبي المصاري على هاتفك وتسكر البيانات، أهم شيء تسكر البيانات، لأنه إذا ما عندك نت وفاتح البيانات وعم تعمل هاي العملية الشبكة رح تأخذ من المصاري وتبسلك نت. فأول شيء منسكر البيانات، هاي تبعية الأورتل خلوها على جنب. أول شيء منسكر البيانات وعبينا مصاري على الموبايل، شايفين كاتبي لك بتبعت SMS بالكود، تبعت هذا الكود 49203 على الرقم 35 35 مشان يتعبى معك هذا العرض، شايفينه. العرض الثاني بتبعت كاتبي لك بتبعت SMS تكتب فيه 112 على الرقم 35 35 مشان هذا العرض، وكذلك الأمر بجميع العروض، شايفين 113 تبعتهم على 35 35 مشان هذا العرض، تبعت 114 على 35 35 مشان هذا العرض، وكل العروض مبينة أمامكم عشان تاخذوا الأرقام تبعيتها بالكامل. طبعا أنا لما أدخل على موقع لايكا موبايل على الإنترنت، مجرد ما أدخل على الموقع بيكتب لك إنه إذا بدك حط رقم تليفونك سجله على الموقع علشان نفرجيك شو في عروض خاصة بخطك. تمام، أنا شفت أفضل عرض من بعد عرض 100 جيجا بايت بالنسبة لللايكا موبايل، في عرض كاتبي لي كان عليه، طبعا بآخر فيديو رح فرجيكم هاي العروض. تمام، شفت عرض مكتوب عليه 28 جيجا بايت لـ28 يوم، تمام سعرها 20 يورو، 28 جيجا بايت لـ28 يوم. بس شو فيها ميزة؟ انه كل يوم بيعبوا لك 1 جيجا بايت، يعني باليوم ما فيك تصرف اكتر من 1 جيجا بايت، كل يوم بينزل على موبايلك 1 جيجا بايت. اذا صرفت اقل فبس صارت الساعة 12 بالليل راح تروح الواحد جيجا بايت الاولى وتنزل 1 جيجا بايت جديدة، هيك كان كاتبين. انا لما ترجمت العرض بالكامل كاتبين 28 جيجا بايت لـ28 يوم، مصروفك كل يوم لازم يكون حد اقصى 1 جيجا بايت، لانه 28 جيجا بايت راح تتوزع على 28 يوم، ما فيك تصرف اكتر من 1 جيجا بايت باليوم. اذا خلصت الواحد جيجا بايت راح يفصل النت عندك، وبس يدخل نهار جديد الساعة 12 بالليل راح يرجع يبدأ 1 جيجا بايت جديد. وبالنسبة خلونا قبل ما فرجيكم الموقع على الانترنت هدول عروض الاورتل، ان شاء الله انا بالفترة القادمة بدي اشرح لكم بالكامل على خط الاورتل كيف نعبيه وكيف نعبي الجيكايات وكيف كل شيء. لكن هاي الورقة المعتمدة بالاورتل شايفينها، كاتبي لك هون 20 جيجا بايت سعرها 22.5، هذا العرض.
اما هاي العروض الرئيسية تبعية الاورتي شايفينها 6 جيجا بايت 13 12.5 13 جيجا بايت 17.5 20 جيجا بايت 22.5 25 جيجا بايت 27.5 35 جيجا بايت 32.5 وال50 جيجا بايت سعرها 44.5. هدول يلي مسجلين بهاي الورقة، لكن اذا رحت على محل ممكن يحكي لك غير هدول اطلاقا. ليش؟ شو السبب؟ لانه هو بيحط رقم تليفونك على الموقع تبع الاورتل او اللايكا وبيشوف شو في عندك عروض انت خاصة برقمك، خاصة برقمك. فهذا الشرح اليوم والله راح تشوفوا العروض يلي خاصة برقمي مثلا على الموقع، على موقع لايكا موبايل على الانترنت. طبعا مثل ما لكم شايفين هاي انتقلنا على موقع لايكا موبايل بالكامل، انا مترجمه للغة العربية مثل ما لكم شايفين من تحت مكتوب اللغة الانجليزية او العربية، فهو الموقع الاساسي بيجي بالالماني، لكن انا عطيه ترجمة على متصفح جوجل. شايفين لما نزل لتحت فيه كتير اشياء، لكن في عالم ممكن انا مثلي يعني في كتير اشياء كمان ما رح تفهموها. هلا من فوق كاتبين الزبون الحالي انقر هنا لعرض العروض الحالية او ترقية خطك. شايفين انكتب لي الرجاء ادخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك. لما انا اعطيه الرقم الخاص فيني مباشرة لوحده راح يعطيني العروض الخاصة بخطي انا. وهلا مثل ما يكون شايفين انا حطيت رقمي واعطيته موافق، شايفين رحاله دخلني لهون عم يعطيني شو في عروض خاصة بخطي انا. شايفين اكتشفنا مجموعتنا المذهلة من التعرفة المحلية وشو عرفني كذا، انه هدول العروض الخاصة بخطي انا. ممكن يكون الخط جديد، ممكن يكون الخط قديم، كل خط له عروض خاصة فيه، لكن انا بتوقع اغلب العروض يعني لازم انه تكون لكل الهواتف. هذا العرض اللي حكيت لكم عليه بالفيديو لايكا ديلي سيفر، شايفين هلا لما بفتحه بيعطيني كيف بدي اعبيه، شو الرسالة ولوين بدي ابعته. كاتبين 28 جيكا بايت بسعر 20 يورو، بيانات 1 جيكا بايت في اليوم مثل ما حكيت لكم بالفيديو. تمام هلا انا اعطيته اختر الخطة. طبعا انا ما دخلت لانه لما دخلت مباشرة عرض لي رقم تليفوني وانا ما بدي اعرضه على القناة. عرض لي انه كيف بدي اعبي هذا الخط، عفوا هذا الباقة لخطي انا، فما اعطاني رسالة محددة. لكن اي شخص راح يحط نفس الشيء راح يعطيه الرسالة الخاصة فيه 20 جيجا بايت بسعر 20 يورو، لكن هاي مثل ما لكم شايفين ما لهم حاطين مثل اللي فوق بيانات 1 جيجا بايت في اليوم، ما لهم حاطين، يعني فيك تستخدم كيف ما بدك. 30 جيجا بايت بسعر 24 يورو، هاي 60 جيجا بايت ب30 يورو، هاي مثل 100 جيجا بايت، واحد ليش يعبي 60 ما زال فيه يعبي 100 ب30. 13 جيجا بايت ب15 يورو، اخر شيء لا لسه في 1 جيجا بايت ب5 يورو، 8 جيجا بايت 9 يورو. هلا اللي ما بيستخدم نت بس فيسبوك وواتساب بدون تيك توك، لان التيك توك بيسحب كتير، يلي مجرد فيسبوك واتساب رسائل كذا بدون فيديوهات ال 8 جيجا بايت بتكفيه. نعم بتكفيه وزيادة، 8 جيجا بايت بسعر 10 يورو بتكفيه. هذا هو الفيديو اليوم، ديروا بالكم على حالكم والسلام عليكم.